العنوان التكامل من أجل النمو عنوان هام جدا، وزي ما اتقال في الكلمات الافتتاحية إن ما فيش وقت للمنافسة، هو التكامل اللي هيؤدي للقارة بأنها تزيد فرص النمو وتزيد فرص التشغيل. طبعا ده يعني بيعزز النهج السياسي إنه مصر يعني مهتمة جدا بالقارة الأفريقية، شايفين مشروعات مشتركة ما بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في أفريقيا سواء في الطرق أو في السدود. أعتقد زي ما بنشوف كل المؤسسات الدولية النهاردة بتتجه إلى الدفع بالقارة الأفريقية، وبالتالي مصر لما بتكون رائدة في هذا المنتدى ده بيعزز أيضا من الفكر العام في الاستثمار في القارة. المنتدى ده منتدى هام جدا، لأن إحنا النهاردة في إطار ما يحدث في العالم من جائحة وتداعياتها المستمرة وتراجع معدلات النمو وتراجع معدلات الاستثمار، أن يأتي إلى مصر تستطيع اجتذاب عدد كبير جدا من رؤساء الهيئات ووزراء الاستثمار، ممثلي مؤسسات الاستثمارية ومؤسسات التنموية على مستوى العالم مستوى القارة الأفريقية، فدي شهادة للاقتصاد المصري وشهادة لمكانة مصر على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى المنطقة والمستوى الدولي. احنا النهاردة مصر حققت قدر كبير جدا من التقدم في مجالات متعددة، مجال البنية التحتية ومجال البنية البشرية وبناء الإنسان. نحن في هذا الملتقى سنطرح رؤية متعلقة بكيفية الاستفادة من الخبرات ورأس المال الأفريقي في التعامل خاصة في ظروف الكوفيد-19، في التبادل اللي هو المعرفي والتبادل الخاص بالاستثمارات والتبادل الخاص بالمشاركة، مشاركة الدول الأفريقية في هذا النمط. أفريقيا فيها قدرات هائلة واعدة لإنتاج طاقة كهربية نظيفة، سواء كانت من الرياح أو من الطاقة الكهرومائية أو من الشمس، كميات هائلة في هذا المكان. فطبعا لما الشطاره بقى ان احنا ازاي نربط بعضنا مع بعض في الدول الافريقيه كلها عن طريق خطوط جهد فائق وعالي، الكلام ده كله هيبقى يعني بتمكن الطاقه منها تكون واصله لكل الناس، ده هيؤدي الى انتعاش في كل حاجه في كل مناحي الحياه. خطوه مهمه جدا لجمهوريه مصر العربيه وهيئه الاستثمار في حشد هذا الكم الكبير من هيئات الاستثمار على مستوى القاره الافريقيه. جانب مهم أيضا لإعادة الثقة لأسواق الاستثمار في العالم، لأنها فقدت أكثر من نصف حجم استثماراتها على مستوى العالم، هبط الرقم كثير، ومحتاجين إعادة تعزيز للجهود مرة أخرى بأساليب مختلفة. مصر دائما بتقود عملية الاستثمار وتهدف إلى تحقيق التكامل مع الدول الإفريقية. الدول الإفريقية والقارة الإفريقية قارة شابة مليئة بفرص الاستثمار الزراعي والطاقة وخلافه، لكن عندها مجموعة من التحديات، سواء البنية التحتية، سواء اللوجستيات، سواء التكامل، سواء التصنيع ومجال التصنيع. احنا عندنا التصنيع بيؤدي لزيادة القيمة المضافة، وبالتالي فرص الاستثمار في القارة الإفريقية كبيرة وواعدة، وبالتالي هذا الاستثمار وجوده في مصر بيؤدي إلى تحفيز بيئة الاستثمار. التكامل ما بيننا وبين الدول الأفريقية وخاصة في الفرص الاستثمارية، احنا بالنسبة لنا كمصر احنا دايما بنسعى لزيادة صادراتنا لأفريقيا، وان احنا بنشتغل على برامج مخصصة لنفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا، وان احنا نتجاوز بعض التحديات اللي تكون موجودة خاصة فيما يخص اللوجستيات وتكلفة النقل. احنا بنشتغل على هذا المحور، وهنشتغل على محور آخر ان احنا نتبادل الفرص الاستثمارية الموجودة بيننا وبين الدول الأفريقية، ما يبقاش مجرد مجال تجارة ولكنه نصل لمجال التصنيع ان شاء الله. في خبر